تصل إلي الشرعية، رأي حق مكتسب، ولابد أن تتم على أحسن الظروف بإذن الله أن توصل تونس لانتخابات سليمة، وبإذن الله الانقلاب اللي يسعى لهم شي يصير هو فاشل، والرسالة نوصلها لهم بإذن الله لن يمروا على جثثنا، لن يمروا إلا على جثثنا، وإننا بإذن الله منتصرون هنا، لن نبارك مكاننا حتى تصل الشرعية إلى حد الأقصى، وبإذن الله نصل الانتخابات سليمين إن شاء الله. إن شاء الله نتوافقوا الناس الكل، نتوافقوا نتوحدوا إن شاء الله نحافظوا على الشرعية، الشرعية ما فماش ما ننسوهاش. الشرعية هي اللي باش تخلي البلاد رابحة. بخلاف الشرعية ما فما حتى كلام، نحافظوا على الشرعية ومن بعد نتحاور. الشرعية ما فيهاش مساس، لا مجلس التأسيسي ولا الحكومة، هذوك هما اللي باش يركبوا تونس. الاعتصام هذا هو مبادرة من حركة شبابية بما فيهم تمرد، كشمات، خنقتونا، الحركة الثقافية الثورية، ومجموعة من الناشطين المستقلين اللي هما الشباب يريد، ومجموعات أخرى زاد الشبابية الثورية. الاعتصام هذا الهدف منه هو إسقاط المجلس التأسيسي، واللي زايده اللي باش ينجر عليه اسقاط كل ال معناتها السلطات المنبثقه منه بما فيهم الحكومه. الاعتصام هذايا هو معناتها من اهدافه زايده انه يدعو الى انشاء مجالس شعبيه هي تدير معناتها المرحله الانتقاليه الديمقراطيه توا، وهذا اللي قاعد يصير افكتيفمون توا، مش كان في تونس العاصمه معناتها في الجهات اكسيتيرا. دونك نحن باش نقعدوا لهنا حتى لين تتلبى المطالب نتاعنا، من المطالب نتاعنا زيد المطالب الاساسيه نتاعنا هو انه يتم تشريك الشباب في الانتقال الديمقراطي الانتقال السياسي. الرساله انه يلزم النظام هذا تسقط، ويلزم معناتها نخرجوا من المرحله هذه، لانه الحكومه برهنت على الفشل نتاعها الذريع، وهذا ما نجموا نعبروا عليه كان بالاسقاط الحكومه. وان شاء الله معناتها الشعب الكل يفيق ويتظاهر وحتى ينتصر الحكومه. كلموا بالوجيك يولي الجبهه تحل بالكومود بابا العشاء هذا ليه الصبح الفجر مع السلو نحكوا بالوجيك. احكي معايا ما يصيرش خويين ونحملوا بعضنا، ايش احكي معايا عندك ما تحكي يقنعني. انتم كتشدوا الحق بابا الجماعه تسكروه، هذه خذها مسلم خاطر احنا امه اسلاميه ولغتنا العربيه ودين الاسلام. انا راضي بكم شوف فيا محلاه. انتم كتشدوا الحق ما تحطوا تحطونا في الحبس الكل. تحطونا الاسلام كل ترجعوا تحطوا في الحبس. انا احكيكم انا. اختي كي راضيين بكم احنا اموركم واضحه. كلمكم مش واحد. ما ردك على الكلام اللي كان يقول فيها؟ الله يهديه. احنا كنا مسلمين التوانسه مش هما باش يجيو يعلمونا الدين توا، نعرفوه الدين من اللي خلقنا، لقينا جدودنا ولقينا ميتنا وكلهم يصليوا، نعرفوا ربي مش هو باش يورينا توا الاسلام. اليوم اتمنى وادعو ربي ان لا يكون يا هذا اليوم كما 8 فيفري خرج الشعب في 8 فيفري يودع جثمان الطاهر الشهيد شكري بالعيد، لكن الشعب سكت، سكتوا كلكم وتنازلتوا وشفتوا الدمار وخليتوا النهضه تدمر هالبلاد اكثر واكثر. اليوم لو باش تسكتوا مره اخرى، لو تروحوا من هنا من غير ما يتحل المجلس التاسيسي، باش يسقط شهيد تلو الشهيد، ولن يكون محمد الابراهيمي، لن يكون الحاج محمد ابراهيمي اخر الشهداء. الرحمن الرحيم. الله يرحم الشهداء كل اللي نزلنا مع
في تونس الله يرحم كل الشهداء اللي ماتوا على خاطرنا على خاطر الشعب التونسي. ما تبكيش بابا حسين. فهمنا بنا مخلف محمد براد يا ما توا طلع على بحث محمد براد. لن يبرحوا لن يبرحوا لو قتلونا واحدا واحدا لن يبرحوا. يا غنوشي يا سفاح يا قتل الارواح يا غنوشي يا سفاح يا قتل الارواح يا غنوشي يا سفاح يا هيا الارواح اللي مات عليها بابا. مانيش مشاركين في الاعتصام لانه احنا ديما نعاود ونقول ونحب نكون امن جمهوري محايد نقفوا على نفس المسافه بين مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسيه باش جينا احنا لهنا دعم لزملائنا لتطبيق القانون ومعناه وحمايه المتظاهرين التظاهرات السلميه والاعتصامات السلميه باش يحميهم من اي تداخل انه باش يصير عليهم والا في نفس الوقت منهم باش ما يتمش الاعتداء على الاطراف الاخرى باش نحاولوا باش نحميوا الناس الكل باش نقفوا على نفس المسافه بين جميع مكونات المجتمع المدني. كان قبل حالات تدخل على اثر اللي صار اليوم في ساحه باردو هذاك الغاز مثير للدموع والاحتجاجات والاشتباكات اللي صارت بين الانصار الشرعيه من جهه والمعتصمين من جهه شنو الموقف؟ والله الهدف نتاعنا احنا في اللي صار الكل انه كنا حابين نعملوا حمايه حابين نعملوا تفرقه حابين نعملوا حواجز بين المتظاهرين من الطرفين لانه الا انه صار سوء تفاهم وصار معناها تم رشق واستفزاز بعض الزملاء من الطرفين هذا اللي خلف معناها عديد ما ممكن عدم فهم من المواطنين اللي احنا رانا في الاصل موجودين لحمايتهم ماناش موجودين لا لقمعهم لا لضربهم لا لاطلاق الغاز المسيل للدموع. اليوم العديد يتحطوا على انقلاب على الشرعية بالنسبة لكم انتم شنو الرد على الكلام هذا؟ انقلاب على الشرعية ثم قبل كل شيء نشوفوا اللي كان الشرعية هذه شنو هي حالتها باش نقولوا انقلاب عليها. هي شرعية مهترئة، شرعية فقدت منها أغلبية القطاعات معناها الشعبية وكذلك معناها من النخب السياسية والمجتمعية فقدت منها كل ثقة، ما عادش عندها ثقة فيها الشرعية. إذا هذه تذكرة مش تبقى عند أهل الدار فقط، إيش مش يعملوا بها؟ عند شكون مش يصرفوها؟ اللي مش يصرفوها معاه ما همش قابلين بهم. لذلك معنا دعينا إلى إلغاء هذه الشرعية تنحيتها وتعويضها بشرعية توافقية لا أكثر ولا أقل، وشرعية توافقية ستكون لها تأثير وهي عندها دور أكبر وأقوى من الشرعية الانتخابية المهترئة التي احتضرت فماتت.